حليل. النهارده الفيديو هيكون عن تنظيف بشرتي. انا طبعا يعني طالعه لكم كده بكل حاجه هلاتي بقى وكل حاجه. فهنعمل بقى روتين كده للبشره دلوقتي لاني بقالي كتير قوي ما عملتش تنظيف بشره وحاسه ان انا مجهده جدا، والفتره اللي فاتت دي كان يعني في اكتئاب وكده، فما كانش نفسي يعني اعمل اي حاجه خالص. وفي حاجات لاول مره هجربها وفي حاجات انا جربتها قبل كده، وهوريكم حاجات جربتها واقول لكم رايي دلوقتي عليها. انا كل اللي انا عملته ان انا غسلت وشي بالغسول، وكمان حطيت وشي كده تحت البخار لمده 10 دقائق ولا حاجه، ودلوقتي هجرب معاكم ده. انا جربته قبل كده وشحنته كمان علشان اعرف يعني هو ازاي بستعمله، وشفت عنه ريفيوهات كتير قوي. يعني طبعا هو ده الكوبي، بس تخيلوا بقى الكوبي كده، بصوا هو ده. انا جبته من على نون تقريبا كان ب 170 حاجه زي كده. بيجي بقى المحتويات ايه؟ طبعا الوصله بتاعت الشاحن، وهو ده، وكمان بيجي معاه القطعتين دول. انا مش عارفه هما ايه بصراحه، بس تقريبا بتوع غسل الوش يعني بتركبوا عليه كده. اهو بيتركبوا كده عليه. هو اصلا ضد الميه، فاللي هو الحوار يعني كويس وامن. وطبعا قبل اي حاجه لازم ان انا اعقمه كويس قوي، على بال بقى اعمل كحول كتير منه. وهستعمل ميه ورد، بصوا في ناس بتستعمل ميه ورد بس انا عايزه اقول لكم علشان الدهون تطلع كويس استعملوا مرطب احسن، علشان كمان ما تبقاش تقيل قوي على بشرتكم. فيعني استعملوا اي بقى نوع مرطب انتوا بتحبوه. على فكره انا عايزه اقول لكم ده يعني تحفه جدا، انا استعملته. طبعا هو ليه للغسل الوش وليه اللي هو الترطيب، يدخل المرطب كده اللي هو يخلي البشره تمتص بسرعه قوي، وفي اللي هو بتاع اللي هو بيزيل الدهون. انا ما عجبنيش فيه اللي هو بتاع ازاله الدهون وبس، يعني الاثنين التانيين دول لا يعني حسيتهمش قوي. بصوا بقى انا هعمل ايه، انا هعمله كده بالشكل ده، هفضل يعني اعمل كده، فاهمين؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ يعني هفضل ادوس قوي 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 وهو بقى شغال. فهو اول لما بيبتدي، بص سامعين صوته عامل ازاي؟ صوته بشع، يعني اهتزاز الايد دي رخمه قوي بصراحه، بس صراحه يعني بيجيب مفعول. فانا هبدا بقى ان انا اعمل يعني بصوا حرفيا طلع قد ايه، بيطلع بلاوي سودا. اللي خلاني ان انا اتحمس ان انا اجيب الجهاز ده هي الابره، بتعمل لي كميه ندوب واثر، وفي حته بتوجعني وحته لا، ده بيشيل بمنطقه كبيره جدا وما بياخدش وقت جدا، وبيطلع اكتر، بحس ان هو فعلا بيطلع اكتر منها ما بيوجعش. فانا بجد بنصح بيه جدا لانه عجبني وابهرني. تخيلوا بقى الاوريجينال هيبقى عامل ازاي. فانا عندي اصلا بشرتي مختلطه فتي زون، ف دي مناخيري، انما جبهتي يعني مش بعمله بصراحه بيها، مش بلاقي حاجه. بصوا بقى حرفيا يعني مش قادره اقول لكم بعد يعني المكان اللي هو بيمشي عليه بيبقى ناعم ازاي حرفيا. يعني حتى لو انا حاطه مرطب يعني هنا مثلا لا مش ناعم عادي، هنا لا ناعم جدا، وهنا كمان ناعم قوي. لازم التعقيم، وبعد التعقيم بقى كده خلاص بسيبه. هحط ماسك الطمي، بحس ان ماسك الطمي ده بالذات بيصفي كده الوش
وبيشيل كل الشوايب وكل اي حاجة في الوش كده من جوه، بحس ان هو فعلا بيديله روح. الماسك الطامي ده من بوبا، هو انا كنت عايزة اعمل سكراب وشي حساس جدا ومش قادرة ان انا اقعد اعمل فيه سكراب كتير. بصوا يا جماعة بقى، انتوا طبعا هتخافوا جدا والحوار هيبقى شكله مرعب، بس اعمل ايه؟ على فكرة الماسك ده ريحته حلوة قوي. لا معلش، هو انا لازم افرد بذمة. تشطيبات دي ايه ده؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب بجد، ايه ده؟ ايه شكل ده؟ علينا هنكمل. الكاميرا اول ما شافتني كده راحت قالت لي توقف التسجيل على طول. دلوقتي اول ما ينشف هقوم اغسله. انا بقى عايزاه ينشف بسرعه جدا، فهقعد كده شويه لحد ما ينشف. بدا يحرقني جامد قوي، فزي ما انتوا شايفين كده هو نشف تقريبا مع البق وهنا، بس هو بجد الحته اللي نشف فيها بدات تحرقني، حتى هنا كمان بدا يحرقني شويه، يعني مش قد الدقن مثلا. عارفين احساس اللي هو فيه عايزين تهرشوا ده؟ انا بدات احس كده قوي، فمش عارفه تقريبا هقوم اغسله قبل ما ينشف، يعني بجد بدات اتوجع. بص بقى يعني وش بقى، بص بقى عامل ازاي. هو مش عارفه هو باين ولا لا في الكاميرا، بس يعني حسيت ان هو عاملي قوي بشرتي. انا حرفيا بقالي ربع ساعة تقريبا يعني بشيله بالمية، فمش عايز يتشال، مش عايز يتشال خالص، بس حرفيا حلو جدا. مية ورد، مية الورد اللي انا بستعملها من نيفرتالي. يعني قعدت اتكلم قد كده هو، بعيدا عن المنظر اللي انا فيه ده دلوقتي، بس الكاميرا ما كانتش مسجلة. حطيت الماسك ده من جارني اللي هو بالرمان، بجد حلو قوي للترطيب. ده اخر حاجه، اخر خطوه خالص هعملها، ودي كنت مسقعاها في الثلاجه. بجد الاحساس يعني ولا اروع. دلوقتي خلصت خالص، وحطيت كمان ليب بالم وحطيت المرطب وكل الحاجات دي كنت مصورها، بس طبعا الكاميرا بتفصل، فهضطر بقى ان انا اقفل دلوقتي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتعملوا كومنت تحت لو الفيديو عجبكم، وانا بحبكم قد السما. باي حلوين.